اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. دكتور احمد ثابت، هنتكلم عن احصاءات لاعبه النادي الاهلي. دكتور احمد، اخبار حضرتك ايه؟ والف مبروك. مبروك للنادي الاهلي طبعا وجماهيره. المباراه بعنوان يعني المستحيل ليس اهلاوي، احنا ملوك البلاس 90. شخصيه البطل بتلوح في الافق، شخصيه النادي الاهلي دايما ملوك البلاس 90 في الدقائق الاخيره. يمكن الاهم طبعا، الاهم من الاداء طبعا، هي الثلاث نقاط. انت الشهر ده تحديدا او اول اسبوعين في الشهر ده هو يعني مصير الموسم. ماتش النهارده وماتش المقاصه وماتش سان داونز مصير الموسم ان شاء الله. بالصداره دي باذن الله ما ننزلش من عليها تاني ان شاء الله. يعني مكاسب كتير جدا من المباراه، في لعيبه يعني بصراحه. رمضان صبحي ده اهم اللاعبين. مين هنقول كده كل كلمه على رمضان صبحي؟ طبعا انا شايف ان هو واحد من افضل الصفقات اللي جت النادي الاهلي في يناير. يمكن الناس كانت بتقول هو نسى الكوره ومش نسى الكوره. لا لا، بصراحه لاعب، شخصيه لاعب عظيم جدا، قوه بدنيه رهيبه جدا، لعيب مهاري جدا. الجون الثاني بيلخص كل الكلام. يمكن هو نزل عامل اكتر لاعب في الماتش، عامل مراوغات ناجحه، عامل خمس مراوغات شايفين بيعدي من ثلاثة، مستوى أعلى من لعيبة الدوري المصري أساسا. يعني بيعدي من ثلاثة وبيلعب. وصالح جمعة النهاردة ده يعتبر المكسب الثاني في المباراة، أن هو بيسجل النهاردة، وحتة التكملة دي اللي كانت ناقصة. يعني أنا شايف أن النهاردة احنا كسبنا في الآخر ليه؟ بسبب التغييرات. النهاردة اعتمدنا كله كان من خلال التمرير الطولي، عاملين 75 تمرير طولي، فما كانش عندك المهاجم اللي هو بيجيد التمرير الطولي زي مروان محسن. فانت كنت محتاج حاجتين، يا اما تنزل مروان محسن من بدري يكسب الالتحامات الهوائيه، يا اما لعيب زي صالح جمعه ينزل يبني الهجمه من تحت. مظبوط. فده اللي حصل الشوط الثاني، ده اللي حصل، عشان كده كسبنا لما التغييرات حصلت. طبعا اول حاجه يعني كلمه على لعيب كده الشناوي. انا شايف ان محمد الشناوي الحارس الكبير هو دايما اللي بيصنع الفارق لفرقته. صد انفراد في الدقيقه 24 حول النتيجه من 1-0 زي ما احنا شايفين ل 2-0. ده بالنسبه لمحمد الشناوي. رقم 2 ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم واحد من مكاسب المباراه. ياسر ابراهيم اكتر لاعب قطعا للكرات في المباراه برصيد 24 مره. تاني اكتر لاعب فاز بالتحامات هوائيه 7 مرات. اذا ياسر ابراهيم بصراحه يعني هو لاعب مباراه انبي، كان رجل المباراه. النهارده برضو لعب المباراه بتاعه الاتحاد وخرج كاكتر لاعب قطعا للكرات. ياسر ابراهيم بيثبت جدارته بتمركزه الدفاعي المميز. رقم 3 رامي ربيعه. الحمد لله على السلامة. رامي ربيعة رجع يعني بالسلامة، قدم مباراة برضو طيبة جدا. عنده التمريرات القصيرة مميز قوي فيها، التمريرات الطولية مميز فيها. كان هو قطع الكورة 14 مرة برضو نقدر نقول له الحمد لله على السلامة. تالت لاعب معلول، ملك الدليفري، سواء بقى اسيستات، كان اسيستات النهاردة جوان الجون الرابع. شخصية لاعب عظيمة، ممكن ما يكونش قدم أفضل مبارياته، مش دي يعني مش ده مستوى معلول، إن هو بيديك ستة أو سبعة مثلا عرضيات صحيحة، يديك فرص كتير مش في حالته قوي، ولكن رغم كده يسجل لك الجون اللي انت تكسب بيه المباراه. ده شخصيه لاعب، زي ما اتكلمنا على رمضان في شخصيته، لا دي شخصيه النادي الاهلي، شخصيه لاعب عظيمه علي معلول للامانه. واستحق التحيه رغم المجهود البدني وسفره مع منتخب تونس ولعبه مباراه الزمالك، لان هو شخصيه لاعب بصراحه عظيمه. ان انت كوره تجيله كده وتواجده في المنطقه دي ويشوطها ويعمل بالجمال ده، لا شخصيه لاعب عظيمه. علي معلول يستحق من اعلى التقييمات. يمكن علي معلول وياسر ابراهيم ورمضان صبحي ويجي بعدهم عمرو السوليه. عمرو السوليه في رقم مميز قوي 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 لعمرو السوليه. نعم. اكتر لاعب فاز بالتحامات ثنائيه عمرو السوليه. كسب 14 التحام، رقم كبير جدا. ايوه. تاني اكتر لاعب قطعا للكرات بعد ياسر ابراهيم عمرو السوليه 19 مره. اكتر لاعب يعني عامل تمريرات، يستحق ان احنا نقول كل سنه وانت طيب النهارده. يعني عمرو السوليه بصراحه نموذج اللعيب المودرن في خط الوسط للنادي الاهلي. يعني عمرو السوليه رقم، انا ما شفتش رقم اكتر لاعب فاز بالتحامات دوت 14 مره من فتره طويله. يعني عمرو السوليه النهارده قدم ماتش بصراحه عظيم. برضو عوده احمد فتحي. الحمد لله على السلامه. زي ما قلنا رامي ربيعه، نقول لاحمد فتحي اخيرا بيرجع. يمكن اخر مباراه ليه كانت 2018 في اخر شهر 12. النهارده بيرجع الحمد لله على السلامه، مكسب كبير، بتريح محمد هاني وبتعمل روتيشن وبترجع احمد فتحي بخبراته، هتحتاجه في ماتشات افريقيا في مركز. لعيب زي ده يمكن قطع الكره 19 مره، صنع فرصتين، عامل خمس عرضيات، ارقام مميزه برده لاحمد فتحي. كريم ندفيد يمكن النهارده اقل شويه، الملعب برده مؤثر عليه نوعا ما، لعب 75 دقيقه. اللي بعده ناصر ماهر، برده يمكن واضح ان الارهاق شويه على ناصر ماهر. يعني رغم كده ان هو النهارده راح على الجون برده، عمل محاولات، عمل شطين، عمل ثلاث محاولات منهم اثنين صحيح. فده برده رقم كويس. لكن ناصر ماهر انا كنت شايف ان صالح جمعه لو كان بدا كان هيبقى افضل، لان ناصر ماهر بيعاني من الارهاق في الفتره الاخيره. ولذلك صالح جمعه لما نزل مع رمضان قلبوا الماتش مع مروان.
رقم اللي بعد كده جرالدو يمكن برضو ما كانش في حالته قوي، ولكن هو كفايه اللي هو الحسنه الوحيده اللي هو العرضيه اللي عملها اسيست الهدف ده بكل حاجه يعني العرضيه اللي عملها، ولكن هو برضو ما كانش في حالته. يمكن هو تاني اكتر لاعب عمل عرضيات، عمل 10 عرضيات بعد علي معلول صنع الهدف. بعد كده حسين الشحات لسه جاي، لسه ان شاء الله جاي، والفوز كمان هيساعده. يعني الفوز حتى لو انت مقدم اداء مش قوي وبعد كده الفوز، يعني ان شاء الله حسين الشحات جاي، نصبر عليه يا جماعه. حسين الشحات جاي يمكن محتاج ارضيه ملعب افضل من كده، لعيب زي حسين الشحات. ازارو ما راحش على الجون كتير. يمكن النهارده برده ازارو اتظلم في حته الايه الاسلوب اللعب. احنا اصلا كنا محتاجين مهاجم، الراجل لاسارتي كان بيعمل تمرير طولي، عامل 75 تمرير طولي بيحضر من تحت، فانت محتاج مهاجم محطه زي مروان بيكسب الالتحامات. يمكن ازارو اتظلم في الحته ديت. رمضان صبحي زي ما قلنا اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، صنع هدف، قدم مباراه يعني لعيب شخصيته عظيمه قوي. صالح جمعه مكسب كبير والتكمله ال 18. يمكن انا بحب قوي ثنائيه رمضان وصالح بصراحه، بحس كده ثنائيه يعني رمضان وصالح جنب بعض ثنائيه ممتازه جدا. بعد كده طبعا مروان محسن لعيب مقاتل، لما بينزل عنده الروح، عنده حته المحطه، بنقدر نطلع عليه من ورا. مكسب كبير برده مروان محسن. اعتقد ان احنا يمكن علقنا على كل لاعب. الابرز النهارده ابرز الارقام ياسر ابراهيم، اكتر لاعب قطع الكوره 24 مره. علي معلول طبعا بالشخصيه، رغم ان هو ما قدمش اداء كبير قوي، لان هو شخصيه لاعب عظيم زي ما قلنا، الدليفري سواء بالاهداف او بالاسيستات. عمرو السوليه الرقم المميز بتاعه 14 التحام هوائي، رقم كبير جدا. الرقم بعد كده برده رمضان، ان هو رغم ان هو نزل في الدقيقه 63 الا ان هو عامل 5 مراوغات ناجحه، ده رقم مميز جدا لرمضان صبحي. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد. شكرا. على هذه الاحصاءات، وان شاء الله المباريات القادمه تبقى افضل لكل لاعبي النادي الاهلي باذن الله. والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله كده ايه تبقى فاتحه خير علينا في ماتش صن داونز يا رب ان شاء الله. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل الكابتن سمير عثمان، هنتكلم عن الحالات المثيره للجدل في هذه المباراه.